دائرة الخامسات الجزء الثاني. فائدة دائرة الخامسات في التعرف على تسلسل الديازات والبيمولات. الديازات، التسمية هي لعلامة التحويل الأخيرة، أي الدياز الأول هو سيكون الأخير طبعا، هو فا دياز. فا دياز. دو دياز، اثنان دياز. دو دياز، الدياز الأخير هو دو دياز أو الثاني هنا. سول دياز، الدياز الثالث. الآن الدياز الرابع، ري دياز. الدياز الخامس، لا دياز. الدياز السادس، مي دياز. ثم الدياز السابع والأخير هو سي دياز. البيمولات، في البيمولات أيضا سنتجه من اليمين للشمال بعكس اتجاه عقارب الساعة. التسمية هي لعلامة التحويل الأخيرة سي بيمول. ها هي سي بيمول، هذا بيمول واحد. مي بيمول، البيمول الثاني أو الأخير. لا بيمول، ثلاث بيمولات. ري بيمول، أربع بيمولات. سول بيمول، خمس بيمولات. دو بيمول، ستة بيمولات. فا بيمول، سبع بيمولات. كيفية استخدام الدائرة في السلالم الصغيرة أو سلالم الماينر؟ يتم ذلك بنفس الكيفية، لكن المواقع ستتغير، حيث سيكون سلم لا الصغير في نفس مكان سلم دو الكبير، أي لا ماينر هو سيكون في نفس مكان دو ميجر وهكذا. السلالم الصغيرة، الديازات، ديازات ماينر، ماينر شاربس. الأول لا، الثاني مي ماينر، سي ماينر، فا دياز ماينر. هنا نضيف علامة دياز لأن الفا دياز وليس فا ماينر. دو دياز ماينر أو صغير. سول دياز ماينر. ري دياز ماينر. ثم أخيرا لا دياز ماينر. السلالم الصغيرة، البيمولات، السلالم الماينر فلاتس أو بيمولات. بيمول تعني فلات، دياز تعني شارب. لا هذا الصفر، ري بيمول واحد، سول بيمولين، اثنين بيمول. دو ثلاث بيمولات، دو ماينر. فا ماينر، أربع بيمولات. سي بيمول ماينر، هنا يجب إضافة تسمية بيمول لأنه السلم هو سي بيمول ماينر أو بي فلات ماينر. ثم مي بيمول ماينر أو إي فلات ماينر. لا بيمول ماينر أو إي فلات ماينر. أسماء سلالم الديازات الكبيرة
ودليل كل سلم. هذا اسم السلم مع الدليل كلها. صول ري لا مي سي فا دييز دو دييز. هنا دو. أسماء سلالم الدييزات الصغيرة أو الماينر ودليل كل سلم: لا ماينر، أي ماينر، مي ماينر، إي ماينر، سي صغير أو ماينر، إف شارب ماينر أو فا دييز ماينر، سي شارب ماينر أو دو دييز ماينر، سول دييز ماينر أو G sharp minor، Re dies minor أو D sharp minor، La dies minor أو A sharp minor. يوجد أناس يرفضوها A، يوجد أناس يرفضوها A حسب اللهجة. سلالم الديازات الكبيرة والصغيرة كلها: الكبيرة بالأزرق والصغيرة بالوردي، ميجر ماينر، لنتمعن بها. سلالم بيمولات الكبيرة: دو ميجر، فا ميجر، بيمول ميجر، لا بيمول ميجر، ري بيمول ميجر، سول بيمول ميجر، دو بيمول ميجر. ساعدوها بالتسميات الـ ABC: C major، F major، B flat major، E flat major، A flat major أو A flat major، D flat major، G flat major، C flat major. هنا السلالم الصغيرة، البيمولات الصغيرة أو الماينرز: لا ماينر، ري ماينر، سول ماينر، دو ماينر، فا ماينر، سي بيمول ماينر، مي بيمول ماينر، لا بيمول ماينر، اي ماينر، دي ماينر، جي ماينر، سي ماينر، اف ماينر، بي فلات ماينر، اي فلات ماينر، اي فلات ماينر أو A flat minor. سلالم البيمولات الكبيرة والصغيرة مثل ما فعلت هناك: الأزرق الميجر أو الكبير، والوردي الماينر أو الصغير. ممكن أن نتمعن، ممكن أن نعمل بوز ونتمعن فيها. هنا الدائرة كاملة بعلامات الديازات والبيمولات. هذه الدائرة كاملة.